ومن باريس ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي علي المرعبي. أهلا وسهلا بك سيد المرعبي، ونبدأ من أبرز النتائج التي خرج بها مؤتمر باريس لدعم لبنان. مساء الخير لكم وللسادة المشاهدين. للحقيقة المؤتمر كان ناجح، وإن كانت مقرراته لحد الآن سرية وغير معلنة بالتفاصيل، ولكنها كانت يعني المؤتمر كان ناجح، حيث تعهد جميع من شاركوا بهذا المؤتمر بدعم لبنان للإنقاذ بعد الكارثة التي جرت يوم 4 آب الحالي. ولكن هناك إشكالية بمسألة المساعدات، لمن وكيف وما هي الآلية التي ستسلم بها هذه المساعدات. ومن المعروف أن المجتمع الدولي والأنظمة العربية لا تملك أي ثقة بالنظام السياسي القائم في لبنان بسبب الفساد المستشري وبسبب ارتباطات إقليمية معينة، ومن هنا يتم الاتجاه إلى الاستفادة من الأمم المتحدة وآليات الدعم من خلال الأمم المتحدة. والاتحاد الأوروبي أيضا يعمل على إيجاد آلية معينة، وكما قال الرئيس ماكرون حتى عندما زار بيروت أن الدعم سيكون للشعب اللبناني وليس للسلطة. نعم، يعني سيد المرعبي، حتى وإن تم الاتفاق، لمن ومتى وكيف سيتم تسليم هذه المساعدات؟ إلى أي مدى سيكون هناك التزام من قبل المانحين بتسليم هذه المساعدات وتوفيرها، خصوصا أن هناك سوابق لم يتم الالتزام بها؟ أنا أعتقد بموضوع لبنان الجميع سيلتزم بالتعهدات التي قطعها على نفسه، والدليل أن التباشير الأولى لهذا الدعم التي بدأت بالجسور الجوية من دول عربية وأوروبية ودول من العالم كله وصلت إلى لبنان كمساعدات طبية وإغاثة وطعام وإلى آخره وأدوية. إذن هناك فعلا نوايا صادقة بدعم لبنان، خاصة أن الكارثة التي حصلت يعني غير مسبوقة في العالم كله منذ كارثة هيروشيما وناكازاكي. إذن أنا أعتقد والجميع متأكدين أن الدعم سيصل إلى لبنان، ولكن الآلية كيف، لأن الجميع يطالب أيضا بالإصلاحات قبل أي دعم، وهذا المسألة كانت موجودة من قبل سنتين منذ مؤتمر سيدر الذي عقد بباريس لدعم لبنان قبل سنتين وشوي. كمان كان الشرط أن يكون هناك إصلاحات، لأن لا يمكن تسليم المساعدات والدعم للبنان إلى سلطة متهمة بالفساد واللصوصية وسرقة العائدات اللبنانية. نعم، يعني من خلال متابعتك لمؤتمر اليوم، إلى أي حد لمست سيد المرعبي من قبل الدول المشاركة من خلال خطابها ثقة بإمكانية التعامل مع الحكومة اللبنانية الحالية؟ هل ما زال المجتمع الدولي يثق بنزاهة هذه الحكومة؟ بالطبع لا، للأسف لا. المجتمع الدولي والمجتمع العربي أيضا ليس لديه أي ثقة بالحكومة القائمة التي هي بالحقيقة حكومة تحت وصاية حزب الله وضمن المشروع الإيراني في المنطقة العربية. إذن هناك مطالب بتغيير الحكومة، هناك مطالب بإجراء انتخابات نيابية مبكرة وربما أيضا انتخاب رئيس بشكل عاجل، يعني الحد من صلاحيات الرئيس الحالي. هناك يعني تألم عربي واضح لما جرى في بيروت، وتألم عربي أيضا لما الوضع المأساوي اللي يعيش لبنان بظل هيمنة حزب الله على الحكومة اللبنانية وعلى السلطة ككل في لبنان. نعم، يعني من خلال تفاعل الرئيس اللبناني ميشيل عون مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي دعا فيها إلى إجراء تحقيقات شفافة للكشف عن أسباب هذا الانفجار، يعني إلى أي حد النظام السياسي في لبنان قادر على إجراء أو تنفيذ تحقيقات ربما تكون شفافة وتتوصل إلى حقائق وأسباب؟ يعني أول شيء الناس كلياتها ببيروت بلبنان مقتنعة أنه السلطة ضمن تركيبة النظام القائم حاليا لا يمكن أن ينتج عنها أي تحقيق مستقل وشفاف ويبين الأمور ويوضح ماذا جرى في كارثة مرفأ بيروت.
حتى الآن هناك توجهات متعددة من قبل أطراف السلطة في لبنان وكلها توجهات غير صحيحة وتحاول أن تغطي على الموضوع. ومن هنا كان في مطالبة واسعة من الشعب اللبناني بأن يكون هناك لجنة تحقيق دولية بما جرى في كارثة بيروت. الكارثة التي حصلت في بيروت يعني كارثة ضخمة وكبيرة، ولا يمكن للسلطة القائمة والنظام القائم في لبنان حاليا وضمن التركيب القائم أن ينتج عنه أي تحقيق شفاف وصادق ويكون موضع ثقة اللبنانيين. ومن هنا أنا أضم صوتي لصوت اللبنانيين بأن يكون هناك لجنة دولية للإشراف على التحقيق والخروج بنتائج صحيحة لما جرى في بيروت، سواء كان حادث عربي أم حادث مدبر أم هجوم بقنابل نسفت العنبر رقم 5 مما أدى إلى انفجار العنبر رقم 12 اللي فيه نترات الأمونيوم وإلى آخره. من يقف وراءه؟ لماذا يتم التغطية على هذا الأمر؟ هل هي عملية من الكوماندوس الإسرائيلي؟ هل يعني لأول مرة حزب الله لا يتهم إسرائيل مباشرة بهذه العملية؟ إذن في أمور غامضة وفي هناك معلومات تتحدث الآن عن العثور على أنفاق وسراديب تحت الركام على ما يبدو كان يستخدمها حزب الله لتخزين ونقل صواريخ ومعدات عسكرية. نعم، لربما من خلال الشاشة نتابع برفقة صوتك سيد المرعبي بعض المشاهد للمحتجين قرب مبنى البرلمان وسط بيروت حاليا. في ظل مطالب المحتجين برحيل كافة رموز النظام السياسي اليوم في لبنان، هل رحيل الطبقة الحاكمة اليوم في لبنان سيشكل حلا حقيقيا لنهوض لبنان ونقطة بداية؟ بالطبع لبنان يمتلك إمكانيات وخبراء ويعني أكاديميين قادرين على إملاء الفراغ إذا حصل. المطلوب الآن يعني كف هذه يد هذه السلطة عن مفاصل الدولة في لبنان، سواء من خلال إقالة مجلس النواب والدعوة لانتخابات لبنانية مبكرة أو إقالة الحكومة وأيضا انتخاب رئيس جمهورية جديد للبنان يخضع للقرار الوطني اللبناني وليس لأي قرار إقليمي. نحن أيضا في باريس تقوم الآن تظاهرة في ساحة التروكاديرو لدعم مطالب الشعب اللبناني والمتظاهرين اللبنانيين في وسط بيروت، ونحن نحيي ونشد على أيدي ثوار لبنان وألف تحية لهم على جهودهم لإنقاذ لبنان. شكرا جزيلا لك علي المرعبي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من باريس عبر الهاتف.